موجود عندنا انضاءات من حركة النهضة على قبول التعددية الفكرية والسياسية والمساواة التامة بين الرجل والمرأة، ونحن سنسعى وسنسهر على كل هذا. عندك وثيقة من حركة النهضة يعني تقر بالمساواة التامة بين سيد الكريم، موجودة في الانترنت 26 مي اسمها ديكلاراسيون ديكس، وامضى فيها الكاتب العام نتاع حركة النهضة. يا سي المنصف، في حوار مباشر بيني وبين الشيخ راشد غنوشي حفظه الله يقول لي أن تعدد الزوجات يقضي على مشكلة العنوسة في تونس، ويقول لي أن قصان يد سارك مش فقط من 5000 وانت هابط من 5000 وانت طالع. فشكون يعبر عن موقف حركة النهضة؟ هذا يؤدينا لسؤال آخر. نعم سؤال آخر. لا خلينا نرد على لأنه هذه وقائع فقط.